بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وهو جبل من جبال العلم والحق والسنه في هذا الزمان. حفظه الله ونفع المسلمين بعلومه يقول التمذهُبُ بمذهب واحد من المذاهب الاربعه مذاهب اهل السنه الاربعه المعروفه التي بقيت وحفظت وحررت بين المسلمين والانتساب الى مذهب منها لا مانع منه فيقال فلان شافعي وفلان حنبلي وفلان حنفي وفلان مالكي ولا زال هذا اللقب موجودا من قديم بين العلماء حتى كبار العلماء يقال فلان حنبلي يقال مثلا ابن تيميه الحنبلي وابن القيم الحنبلي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في اول امره كان على المذهب الحنبلي اصولا وفروعا اصولا وفروعا ثم انتقل رحمه الله الى الاجتهاد في اقوال العلماء والانتقاء مع لزومه اصول الامام احمد لانها الاقرب الى السنه في نظره ولذلك بعض اهل العلم ينسبون شيخ الاسلام ابن تيميه وكتبه الى المذهب الحنبلي وكذلك ابن القيم وما اشبه ذلك هذا كلام الشيخ صالح ولا حرج في ذلك فمجرد الانتساب الى المذهب لا مانع منه لكن بشر بشرط أن لا يتقيد بهذا المذهب فياخذ كل ما فيه سواء كان حقا او خطا وسواء كان صوابا او خطا بل ياخذ منه ما كان صوابا وما علم انه خطا لا يجوز له العمل به واذا ظهر له القول الراجح فانه يجب عليه ان ياخذ به سواء كان في مذهبه الذي انتسب اليه او في مذهب اخر يقول الشيخ لان من استبانت له سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له ان يدعها لقول احد فالقدوه المطلقه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن ناخذ بالمذهب ما لم يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فان خالفه فهذا خطا من المجتهد يجب علينا ان نتركه وان ناخذ بالسنه وناخذ بالقول الراجح المطابق للسنه من اي مذهب كان من مذاهب المجتهدين اما الذي ياخذ بقول الامام مطلقا سواء كان خطا او صوابا فهذا تقليد اعمى انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان Badal umroh adalah melakukan umroh yang diniatkan pahalanya untuk orang lain yang sudah tidak mampu melaksanakannya sendiri karena telah wafat, udur sakit, atau tua renta yang sudah tidak sanggup lagi diharapkan perjalanannya ke Mekah. Badal umroh bersama kami dilaksanakan sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah pelaksana oleh Ustadz pembimbing yang berpengalaman satu pelaksana badal untuk satu jiwa yang dibadalkan. Biaya 2 juta untuk satu jiwa. Insya Allah amanah dan profesional.